دكتور عادل الحدادي مدير جهوي للصحة بنابل. في إطار المتابعة الحالة الوبائية بجهة نابل حاليا اليوم عندنا 2287 اللي هما كانوا في الحجر الصحي، عندنا 1693 أنهوا الحجر الصحي، 594 ما زالوا في حالة متابعة، عندنا 600 تحليل اللي قمنا بهم إلى حدود البارح، عندنا 12 حالة مؤكدة كيف ما تعرفوا، 9 حالات والحمد لله تماثلوا للشفاء، وعندنا حالة وحيدة حالة وفاة ربي يرحمه، وعندنا مازالوا حالتين اللي هما حاليا في أماكن الحجر الصحي بتونس ومسير. الحالات هذولا في استقرار، معناها ما عندهمش علامات سريرية، وإن شاء الله بحول الله نطمنوا عليهم بعد ما نكملوا التحاليل متاعهم ويعودوا إلى أهلهم. هو في بادئ الأمر أول ما بدت الوباء هذايا وأول ظهور حالات، هو كان ثم بعض الأشخاص ولا بعض المؤسسات اللي هي ماهيش ملتزمة بالحجر الصحي، لكن الحمد لله بتضافر جهود الكل كسواس ولا جهوية وكذلك أمنية خاصة لهم الشكر كامل، اللي هي معناها طبقوا الحجر الصحي على في جهة نابل، وكذلك الوعي متاع المواطنين في جهة نابل، والحمد لله الناس التزمت بالحجر الصحي، وهذا يمكن نجم نقوله الثمار اللي نجنوا فيها اليوم، اللي هي الحمد لله ما عندناش حالات تو في جهة نابل، لأن من الحالتين الموجودين هذولا خارج الولاية، واحد في تونس واحد في المنستير، وإن شاء الله تتواصل المجهودات هذه وتتواصل النتائج هذه في جهة نابل. الحمد لله هو تو أن أول ما لاحظناه من المواطنين في جهة نابل ولا في الجمهورية التونسية ككل، أن الناس كانت خايفة من حتى الخروج للشارع، يبدأ خايف ولا حتى باش يتعامل مع أشخاص أخرين مشبوه فيه ولا أي حاجة. حتى المؤسسات الصحية المرضى ما عادوش يمشوا، معناها الناس حتى إنسان عادي ما عندوش حتى مرض، ما عندوش معناها الوباء الكورونا هذايا، وما عندوش علامات وما يحبش يمشي للسبيطار، خايف ليكون عرضة معناها للعدوى ولا واحد. تو بدت الناس ترجع بشوي بشوي، طب بدت تمشي للسجالي، بدوا يمشوا للعيادات، بدت للواحد، الحمد لله الناس على الأقل فهمت كيفاش تنجم الله لا قدر حتى أن يتعايش مع الوباء هذايا، لأنه هذاك هو المطلوب. هو المطلوب أنه الناس تعرف تحمي رواحها بوسائل الحماية الفردية والجماعية، ونجموا نعيشوا ولا لا قدر ما ثمش معناها دواء ولا ما ثمش فاكسان في الأشهر الجاية وفي الواحد، الناس لازمنا نتعودوا كيفاش نعيشوا مع الوباء هذا. هو من الإجراءات اللي عملناها في الإجراءات الجهوية والوطنية هو إحداث رقم أخضر موجود في الإدارة الجهوية. الرقم الآخر ذر هذا يستقبل المكالمات والاستفسارات من المواطنين الكل، وإذا كان عنده أي علامة ولا أي حاجة نوجهه ولا نقوم بتوجيه، كيف في البداية كان كنا نوجهه سيارة الإسعاف السامي اللي هي تقوم بالتحاليل حتى في المساكن متاع الناس هذولا، ومن بعد بشوي بشوي ولت حتى يبدأ في جهة ثم المستشفيات المحلية تقوم بالتحاليل في المستشفيات المحلية باش نقصوا معناها طول الانتظار بتاع المواطنين باش يقوموا بالتحاليل. هذه معناها لا 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 صحيح. قبل كانت توجه كامل، الناس كل ركزت على الكوفيد بلس بما يسمى الانسان المريض بالمرض هذايا بالفيروس هذايا، لكن تو ولت معناها بتواصل مع مصالح وزارة الصحة تم الاتفاق انه يلزم تتحدث زاد لجنه للكوفيد موا للناس اللي هم ما عندهمش حتى امراض واللي نجموا يمشوا للمستشفيات نتاعنا، وفعلا تو بدينا نرجعوا بشوي بشوي. ثم اللجان الطبيه قاعد تنعقد في المستشفيات الجامعيه والمستشفيات الجهويه والمحليه كذلك لارجاع العيادات معناها بالتدرج باش ما نكونوش ما نعرضوش مواطنينا زاد للعدوى والا البيرسونيل الموجودين في المؤسسات للعدوى، والنجم زاد المرضى الناس المرضى ناخذوهم اون شارج وما يكونوش معناها في ديارهم ما يمشوش لحتى مؤسسه صحيه. تعريف هالفيروس هذايا تختلف من يوم الى اخر، نجم في اي يوم من الايام اليوم حاجه غدوه تجي حاجه. الديفينيسيون متعارف عليها الفنيين الكل يعرفوها والناس الكل تعرفها واحد. صحيح المواطنين نحن راهو اي انسان عنده اي مرض ماذا بينا يمشي للمؤسسه الصحيه. مش معناها باش يبقى شاد الدار اللي قادر تولي عنده اعراض ومضاعفات، وهذا اللي نشوفه فيه تو نشوفه فيه الناس ما عادش ماشي المؤسسة الصحية اللي تولي عنده مضاعفات ولا اللي قادر ما يوصلوش حتى باش ينقذوه في اللحظات الاخيره بتاعه. دونك ماذا بينا اي انسان يحس باي اعراض مهما كان النوع بتاعه،
راهو ما يخممش الناس كان في المرض الفيروس هذا، راهو يلزمنا نخمو في الامراض الاخرى. عندنا امراض مزمنه نصلي على النبي ماهيش شوي، والناس تعرف الاعراض بتاعها وتعرف تتعايش معاها، اما ماذا بينا انسان يحس بمضاعفات اللي نجم باش تقلقه في حياته ولا في ايامه، يلزم ماذا بينا يمشي للمؤسسه الصحيه. بالنسبه للاعراض راهي هي كيف ما قلت لك تختلف من يوم الى اخر. البروده العاديه، ماذا بين اي انسان عنده البروده العاديه راهو يمشي عادي. صحيح احنا قبل في الاول كانت الناس متخوفه، وكنا من نصايح نعطوها انه انسان عنده اعراض كيف هكا يتصل بال 190 باش يوجهوه. تو نحن راهو بالتدرج بشوي بشوي الناس تلزمها تعدي، ويلزم الطب يشوفوها كسوا في الخاص ولا في العام. وهذا قاعدين معناها نحضروا فيه بشوي بشوي للعوده للحياه العاديه مع وجود الفيروس هذا. هو جبدنا بكري لو ثم ناس المتعايشة بالفيروس هذا وهو ما عندوش حتى أعراض، ونسبة كبيرة من الناس المتعايشة وما عندهاش أعراض. رو مش رو عندي مثلا في نابل عنا العديد من الحالات، والحمد لله حالة وحيدة لو قاع الإيواء متاعها في المستشفى، حالة وحيدة على 11 حالة وقاع إيواءها في المستشفى. الحالات الأخرين ثم شكون كان في العزل الذاتي في داره، ثم شكون كان في العزل الذاتي اللي تعاملتهم وزارة الصحة اللي هم موجودين في مسير وإلا في تونس. والحمد لله اللي شفوه كل خلف الحالة الموجودة في المستشفى، اللي شفوه كل 8 حالات الأخرين ما خدوش حتى دواء وما غير أعراض. والحالتين الموجودين عنا تو مازالوا هما بوزيتيف ما غير أعراض. راهو الناس معناها نجم ونتعايش وواحد ونجم يكمل المدة متاعه مع غير حتى أعراض. لكن اكيد فما نوع تاع ماكله يقوي المناعه، يعاون البدن باش يتقبل المرض هذاك ويغلبه. هو اختصاصين الاختصاص في التغذيه هو ينجم يحدد هذايا، ما نجمش نعطيك. هو راهو انسان المناعه ماهيش باش تخلقها تو بالماكله ولا بالواحد، اللي عنده مناعه سي عنده مناعه، ما عندوش مناعه هو معظمهم الناس اللي عندهم امراض مزمنه اللي بدل معناها بالعاميه هديته الامراض المزمنه. الناس هذوك يلزم يحافظوا على ارواحهم قدر المستطاع، كسوا في الادويه نتاعو اللي ياخذ فيها قبل، ولا كسوا باش ما يتعرضش للعدوى من اي انسان كان بروده عاديه ولا اي مرض كان. دونك هذه هي النصيحه، اكثر نصيحه مع وسائل الوقايه الفرديه والجماعيه. وسائل الوقايه الفرديه راهو غسل الايدي بعد ما تتناول اي حاجه، راهو ما اهمش منه، راهو ما خيرش منه، ماهوش كان في الجريب وماهوش كان في مرض الكورونا، في اي حاجه في حياتنا اليوميه يلزم نصلي على النبي. نحن برشا عادات باهين تعلمناهم من المرض هذايا، برشا عادات ممتازين كان تحافظ عليهم الناس، ثم برشا امراض نجم نتجنبوه بما فيهم ليباتيت، بما فيهم الفيروس، بما فيهم راهي هذه سامبل كونتاكت مع اليد ينجم يعديه الروح. دونك هيك الغسل ولا الاستعمال كل واحد والوسائل المواد اللي يستعملها نتاعو وحده، ما ثمش تخليط، ويبعد تجنب الكونتاكت برشا، وهذاك من اهم الحوايج. هو العدوى خاصة في الفيروس هذا اللي متعارف عليه هي أن تتنقل باللي قتلات اللي تخرج من الفم، كي إنسان مثلا يكح ولا واحد نجم يكون قريب لك برشا تنجم تكون العدوى، وإلا بلمس الأشياء يكون مسها إنسان عنده الفيروس هذايا. هذاك علاش نحن قلنا كي إنسان يستعمل حاجة ماذا بيه قبل يحك وجهه ولا يعمل أي حاجة أخرى يغسل إيدي. يغسل كسوة كان عنده نقطة متاع ماء يغسل بالماء والصابون جيدا، كان ما عندوش نقطة متاع ماء ثم الجيل يدروه الكوليك يعديه على يديه ويتعد مع استعمال. بالطبيعة إذا كان هو مريض ماذا بينا الإنسان خاصة المريض يستعمل لي بافيت، البافيت هذيك باش يحمي غيره. لو فات نبدا مريض نحمي غيري قبل أي حاجة أخرى. لي بافيت هذول وإن شاء الله بحول الله هو ثم تمشي بعد إذا كان ثم وقع رفع متاع الحجر الصحي، يعني الناس كل باش تكون لابسه لي بافيت، خاطر باش تدخل الناس للشارع باش يولي ان كونتاكت قريب لبعضها، ماهوش باش يكون الكونتاكت الموجود عندنا تو اللي تعلمناه هذايا اكثر من متر والناس تبعد على بعضها، لانه ما ثمش ضغط في وسط البلاد، اما من بعد باش يولي ثم ضغط وثم الناس باش تجرى حياتها اليوميه. ان شاء الله بحول الله باللي بافيت هذيا اللي تصنع فيهم الدوله، ان شاء الله بحول الله نكونوا معناها البوبيلاسيون تاعنا على الاقل محميه بنسبه كبيره. هو اللي تريز اغريسيف باش نكونوا واضحين، معناها خاصة إذا كان يكون البدن ناقص مناعة، ولا إذا كان ثم بعض الأمراض الكبيرة برشا عند الشخص، هو راه يكون معناها أجريسيف برشا بالنسبة للفيروس. العدوى نتاعو تنتشر بسرعة كيف ما تعرف عليه عند في العالم الكل.
دونك هذاك علاش نحن الحمد لله لحد الان كي ناخذوا جهه نابل ولا تونس بصفه عامه رانا معناها الكورب اون مينتيني الكورب معناها بالدرجه معناها مسويه ما طلعتش معناها بصفه كبيره ما كانش العدد الموجود في المستشفيات بتاعنا بصفه مهوله نجموا نقولوا ان شاء الله بحول الله الاجراءات الوطنيه اللي اتخذتها وزاره الصحه في الاتجاه السليم اذا كان تواصل بالطبيعه احترام الحجر الصحي واحترام لكونتاكت على الاقل وسائل الوقايه نرجع لها ديما الفرديه والجماعيه. النصيحه الاولى مش نصيحه هو نداء المرض الكورونا راه مش عيب خاطر برشا عباد تعاملوا معاهم بطريقه ماهيش جيده وعندنا شكون حتى تعدى مرحله الشفاء اللي هو اشتكى من طريقه المعامله بتاع الناس الاقارب ابدا من اقرب الناس ليه راه ماهوش عيب والا ماهوش جرم اذا كان انسان مرض بفيروس الكورونا. هذه الأولى. اثنين ماذا بينا نواصلوا في الوسائل الوقاية الفردية والجماعية بما فيها غسل الأيدي بما فيها تترك مسافة ما بينك وبين غيرك بما فيها عدم الاحتكاك برشا بالمواطنين لبعضها تجنب الأماكن المسكرة برشا وفيها معناها ما 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 معناها ضغط كسوام التنفس ولا كيف نقولوا قاوي مصلي على النبي احنا قاوينا ديما تبدأ شرجي برشا ماذا بينا الناس كل تتعود كيفاش تحمي روحها بالوسائل الجماعية كذلك الركوب في الكار ولا في واحد مسيت حاجة خارج الاسباس اللي عندك ماذا بك غسل وسائل الوقاية الفردية الغسل الأيدي راهو من أهم الحوايج موجودة عندنا في تونس والحمد لله يا ربي نحن من الابتدائي ومن المدارس من الروضات يعلموا فيه للصغيرات كيفاش طريقة الغسل وكيفاش طريقة معناها التنظيف.